بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية المنافسة بين بطلين في الإملاء. ها، من مستعد؟ أول اثنين ليس وبراء، تفضل اكتب لي كلمة وطني. انت يا وانت اكتب لي الوطن، وانت وطني. ما شاء الله، كمان كلمة هتكتب لي احلامي، وانت اقلامي. أين الهمزة؟ أحسنتما أيها الفارسين، كنتما فارسين حقا، براء وليس. نواف وأحمد امسح. ممتازين، خلص. يلا يلا يا نواف اقلبها. تمام، أنت يا أحمد عنوان. أحمد اكتب لي عنوان. عنوان، وأنت اكتب لي صانه. ممتازين، عنوان صانه. أريد أن أكتب كلمة أحمد، يكتب لي السعودية. نواف التلاميذ. نواف أقول التلاميذ حتى تعرف إذا كانت لام شمسية أم قمرية أم همزة. انزع الألف واللام على جنب، لو شلنا الألف واللام من التلاميذ تصير إيه؟ تلاميذ. يبقى إذا تبدأ بالألف واللام يا بخلي بالك يا نواف. نواف أقول التلا. ايوه، ها افصل التلا. لا لا لا، ايوه لازم. انا اريدك ان تكتبها مره اخرى بسرعه. ها التا لا لا، ايوه مي. لازم اهجل نفسي وانا بكتب، ما اكتب بسرعه، لابد من التهجئة. بطلين فارسين نواف وأحمد، الآن عبد الله وسلطان، أسرع. خلاص اجلس يا نواف. يلا يا عبد الله اجلس يا نواف. المدرسة، اكتب لي الوطني. مدرسة فنلط الوطني. بطلين سلطان وعبد الله، ممتازين. كمان كلمة هتكتب لي، اكتب لي المدرسة باليوم الوطني قامت حفلا معرضا. اكتب لي حفلا، وانت اكتب لي معرضا. تنوين حفلا، وانت معرضا. تنوين. خلاص ثواني يا نواف، ثواني يا نواف. حفل دي حفل، انا عاوزها حفلا، تنوين فتح مع ري ري
ضم تنوين فتح هفلن ركب اللام في التنوين الفتح ضم تنوين الفتح لازم نحط للتنوين الفتح ألف يا نوا يا سلطان أيوة وهنا ضم بس الضاد عليها نقطة بس ما هي بالطاء الضاد نقطة بس كده هنا خلاص نقطة يبقى إيه معرضا وهنا حف لأن تنوين الفتح يكون كده خلاص بارك الله فيك يا سلطان أحسنت يا عبد الله الآن عبد الملك وهتان البطلين القادمين في ناس بتتكلم ولا كأن احنا في حس اكتب لي شاركة وانت اكتب لي فيه احسنت يا هتان شاركة الكف الاخر زي عبد الملك ايوه كده طيب بصور انه معاي اكتب لي صور واكتب لوحات ممتاز يا عبد الملك بس لا تشبك الواو في الراء يا هتان لا تشبك الواو في الراء خلاص بارك الله فيكم ايها البطلين فراج وريان بسرعة المنافسة بين بطلين يا نواف الهدوء كتبوا اكتب لي عليه كتبوا وانت عليها كتبوا بو بو أيوة في حاجة اسمها ألف إيه واو الجماعة أيوة بعد واو الجماعة لازم نعمل ألف لا أكتب ألف كده لحال يا فراز زي المرة اللي فات ممتاز يا ريان الآن الكلمة الثانية اكتب لي عبارات وانت اكتب لي للوطن وانا بقول يا انا هخليك انت تكتبها بس صح بس امشي واحدة بواحدة يلا اقول ايه تاني يا اولاد ما تالف من دماغك يا بني للوطن صح انا خليك معايا فراش خليك معايا واحده بواحد قلنا ايه عباء بعد را يبقى بعد الراء ايه ها الف يا فراش ت بس خلاص عباره ت ت ت اكتب ت بس كده ما ينفع اكتب اي شيء كده لازم املل نفسي لازم اهجن نفسي اشكركم يا ريان بارك الله فيك انت وفراج بقي يا بلال تعال يا بلال تعال يا عبد العزيز تعال يا فهد